تحاول الطفل يستكشف من خلاله العامل النفسي ايه جواه، ايه اللي جواه يطلعه بره، يعني الاحاسيس، مشاعر، الحاجات اللي جواه، مشاعر بيحسها للناس، وكل واحد يحكي اللي جواه يعني بانشطه بقى، مجموعه من الانشطه والالعاب ولعب. جميل. فمن جوه لبره يعني احنا كل واحد اعمار كامل دي الاعمار من 5 ل 13 سنه ل 14 سنه. يبقى هياخد كام يوم الايفنت؟ طول اجازه نص السنه. جميل جميل. اعتقد كمان في ناس كتيره هنا بتساعد انه تخلي يوم الطفل ده يبقى يوم ما ينساهوش في حياته. في كام حد هنا شغال في المتحف؟ عندنا طبعا يعني سيد عندنا مجموعه من الشباب المؤهلين المدربين على التعامل مع الاطفال بالمراحل السنيه المختلفه، وهم المؤهلين انهم يقدروا يشرحوا الاطفال، مش اي حد يعمل يعرف يعمل ده، وهم بيأدوا هذه الرساله بطريقه ان الطفل يستفيد وفي نفس الوقت بيجو المغامره. كمان لازم اضيف احنا بنتعامل عندنا برضو قسم خاص للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصه، عندنا برنامج اسمه ادراك بنتعامل فيه مع بنخصص لذوي الاحتياجات الخاصه ومخصص ليهم، ليهم برامجهم المخصصه كل اسبوع. وكمان احنا مركزين في المرحله الحاليه على الاوتيزم على اطفال التوحد، وعندنا مجموعه من اطفال التوحد هنا متواجدين عندنا بشكل دائم، وبننفذ معهم مجموعه من الانشطه وبشهاده اسرهم ان حالتهم كثيره منهم بعد هذه البرامج بدات تتحسن. متأكدة أكيد. كمان متحف الطفل واخد جوائز غير كمان الجوائز اللي واخدها اللي حضرتك تكلمنا عليها، إن هو أول متحف الطفل يبقى في الشرق الأوسط. حقيقي طبعا المتحف لما أنشئ سنة 96 واتطور في 2012 هو كان واحد من أهم وأكبر المتاحف الموجودة في الشرق الأوسط وأفريقيا، مخصصة للأطفال وأسرهم، لأن إحنا عندنا البرامج المشتركة ما بنقولش الطفل بس، دايما بنشرك الأسرة مع الطفل. طبعا. وخلال تلك الفترة المتحف طبعا قدم نماذج مهمة جدا في تقديم الحضارة بشكل عام، وخد جائزة البريتش هيريتج في 2012، وخدنا بقى جائزة 2013 جائزة اليونسكو لتقديم أفضل وسيلة لتعليم الأطفال. جميل. أنا دخلت وشفت جزء من المتحف. عايزين نتكلم أكتر على التقنيات اللي مستخدمينها في المتحف، غير أنا شفت حاجات التاتش سكرينز، وإزاي يبقى فيه انتراكشن أو يبقى فيه تفاعل ما بينه وما بين الحاجات اللي موجودة جوه المتحف. هو فعلا عرض المتحف متحف مبني زي ما قلت مبني كأداة تعليمية، والنهاردة الأطفال والكبار بشكل عام بيستخدموا التكنولوجيا، فكان مهم جدا أن استخدام التكنولوجيا بشكل واسع أن تقدم أو تساعد في تقديم المادة العلمية أو المادة التعليمية الترفيهية، لأن احنا بنشتغل على حاجة اسمه إديوتينمنت، التعليم الترفيهي. فالتعليم الترفيهي مطلوب أن ما نقدموش بشكل رسمي وبشكل منهجي، لكن بتقدم بالشكل الأطفال تقدر تتعلم منه بشكل مباشر، واستخدام التكنولوجيكال ديفايسز أو الأجهزة التكنولوجية اللي موجودة في إيدين الأطفال النهاردة. فعندنا مجموعة من الانتر أكتف سكرينز أو شاشات التفاعلية، من خلالها يقدر يعرف معلومة ويضيف معلومة ويشارك في المعلومة أو أو أسئلة يقدر يجاوب عليها. ففي كل مجال بعد ما يخلص كل مرحلة بيلاقي نفسه موجود كده ويختبر نفسه كده ويسال، يلاقي اسئله ويلاقي اجوبه. وكمان باللعب يعني مجموعه من الالعاب، ازاي يكون معبد، ازاي يكون مكان، ازاي يبني هيطه، ازاي يعمل سوق، يعني من مجموعه من المهارات المفروض يكتسبها، واحنا بنديها له بطريقه تفاعليه اكتر من انها تبقى طريقه تعليميه تقليديه. بالظبط، عشان كده اكيد المعلومات دي هتفضل معاه لغايه ما يكبر ويخلف وكمان يقدر يعلم ولاده. الحاجه الثانيه اللي عايزين برضو نتكلم فيها، اهم حاجه ورساله المكان ايه وجهه نظرك؟ هو طبعا احنا رسالتنا ان احنا نقدم حاجتين مهمين جدا، ان نقدم طفل مثقف عنده وعي بحضارته وثقافته، وفي نفس الوقت انه نلهمه انه يبقى عالم مستقبل. لان احنا كمان من الجانب العلمي التعليم العلمي اللي بيتقدم احنا بنرى ان احنا لازم نركز على العلوم، لان احنا المرحله الجايه احنا عندنا بعد هذا المتحف عندنا خلال الاسابيع والخليل القادمه هننشئ مركز العلوم الساينس سنتر في العلوم في نفس المكان هنا، فهيبقى مبني على تعليم العلوم والتثقيف العلمي، وده جزء مهم جدا، لان احنا كمان بننشد ان احنا نركز وندعم في تقديم عالم مستقبل باستخدام التكنولوجيا الحديثه، التكنولوجيا الحديث في تعليم العلوم سواء الاحياء والكيمياء والفيزيكس، بالاضافه الى الاختراعات وتبني المخترعين وتبني الشباب وعلوم الفضاء والطيران، كل ده هيلاقي وسيله علميه جديده بتكنولوجيا حديثه هنقدر نهدم هذا المجموعه من العلوم، وبالتالي بنقدم عالم وفنان ومثقف وفي نفس الوقت عالم علوم
ومستقبل ان شاء الله. ان شاء الله. أنا